اهلا بكل الساده المشاهدين في كل مكان اللي بيتابعونا عبر شاشه قناه النيل الازرق. وصلنا لفقرتنا الاخيره اليوم مع اللجنه القوميه لاحياء ذكرى الراحل الدكتور علي الشبيكه. ضيوفنا اللي موجودين معنا بروف، مساء الخير يا بروف. مساء الخير. ايضا معنا الدكتور ايمن حسن ابو سبيب مقرر اللجنه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير، كيف احوالكم؟ ان شاء الله كويسين. قبل ما نبتدي الحوار عندنا لحن نستمع له ونرجع ان شاء الله نستفيد في الحلقه.
نترحم على روح الدكتور الشاعر علي شبيكة وأيضا الشاعر والفنان سن الدوي، لهم الرحمة والمغفرة. دي واحدة من السهرات كانت المميزة على شاشة قناة النيل الأزرق، ونحن نتحدث في هذه الفقرة عن تعبين الشخصيات القومية وفي ذكرى رحيل الدكتور والشاعر علي شبيكة، أحد الشعراء المميزين الذين أسهموا إسهاما كبيرا في تشكيل ذائقة الوجدان السوداني. وبلا شك يعني عدد من الكلمات المميزة تغنوا بها عدد من عمالقة الفن السوداني، واليوم نحيي ذكرى متحدثينا عن الإنجازات الكبيرة اللي وضع في خارطة الأغنية السودانية من خلال ضيوفنا الموجودين معنا داخل الاستوديو. برحب من جديد ببروف قاسم بدري رئيس اللجنة، وأيضا دكتور أيمن حسن أبو سبيب مقررا للجنة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم منورين لنا. بداية بروف، نبتدي بفكرة تبني جامعة الأحفاد كما عودتنا دائما بتعبير للشخصيات القومية، واليوم نتحدث عن دكتور علي شبيكة في التعبير لذكرها الأولى. تفضل. شكرا جزيلا وشكرا على الاستهلال الجميل ده يعني الأغنية الحلوة دي. يعني الحقيقة دكتور علي شبيكة طبعا معروف للناس يعني، لكن الأحفاد يعني درجة أنها تحتفي بالقامات السودانية، وزر كانوا من السياسيين أو من الشعراء أو الفنانين أو الرياضيين أو ناس المجتمع يعني. فدي واحدة من الواجبات بتاعات الجامعات أنها يعني تنور الأجيال بالناس اللي عملوا حاجات وتركوا بصمات في المجتمع، حتى أنه تحفز الشباب، وفي نفس الوقت خصوصا الشباب اللي هي مادي الثائر توريهم يعني بعض من الشخصيات اللي عملت وناظرات وإلى آخره. فدي المنطلق يعني بتاع جزء من الرسالة بتاعت الجامعة في المجتمع. نعم. طيب دكتور أيمن، يعني للجيل الجديد نبذة عن الراحل دكتور علي شبيكة. دكتور علي شبيكة يمكن ما محتاج لتعريف، لكن نحن في المغام لازم نذكر. أيوه صحيح. نذكر عشان الأجيال الجديدة خاصة إنه تعرف إنه هو منه وليه الاحتفاء به يعني. دكتور علي شبيكة جمع ما بين، أنا دائما بسميه ملك الدقة والرقة، جمع ما بين دقة العلم بحكم دراسته في الصيدلة ورقة الشعر. وما بنقول الجمع بين الضدين، لكن الجمع بين الحسنيين يعني. الدكتور علي شبيكة بدايته يمكن ولد في الهاشماب أم درمان 1934، ودرس معظم مراحله الأولى في الأحفاد من المرحلة من الروضة لحد الثانوي، وزامل في الفترة دي في روضة الأحفاد يمكن الأستاذ شرحبيل أحمد، الإمام السيد الصادق المهدي، والإمام عبد الرحمن المهدي، أي أحمد عبد الرحمن المهدي، والبروفيسور مالك بدري، مرورا بالمدرسة يعني اللي قدام يمكن حتى التجاني فضل الله وحسين بازرعة إلى آخر الشخصيات اللي يمكن كان لها دور وأثر في المجتمع يعني. بعد كده مشى الجامعة الأمريكية في بيروت ودرس الصيدلة ويتخرج من كلية الصيدلة، وهناك برز النبوغ الشعري في حفل التخرج. الجرائد اللبنانية أشارت لأنه ألغى قصيدة الوداع في حفل التخرج الشاعر علي شبيكة، أول مرة يطلق عليه شاعر. بعد رجع السودان يعني بدأ يتعامل مع الفنانين ودخل المجال الفني في الأستاذ محمد الحويج بأنه طلب منه أنه يديه أغنية، وكتب له الأغنية وعجبت عثمان حسين لحن له، وكانت أول أغنية غنى له عثمان حسين اللي هي أغنية أمانة، والثالث بعد كده لسيد خليفة
يمكن زي 13 عمل، صلاح مصطفى 15 عمل، ثنائي العاصمة 33 عمل، وامتد التعامل حتى الفنانين الشباب. في خلال الفترة دي دكتور علي يعني وصل قمة الهرم في المجال العلمي، كان نغيب للصيادلة يمكن لتسع دورات متتالية، ورئيس لغرفة مستوردي الأدوية، وفي نفس الوقت كان رئيس للجان النصوص النصوص والألحان في الإذاعة والتلفزيون وفي جهات مختلفة المصنفات وإلى آخره. فبتوريك إنه هو وصل إلى قمة الهرم الأدبي وقمة الهرم العلمي يعني. فجمع ما بين دقة العلم ورقة الشعر يعني. الله الرحمة والمغفرة. بروف قاسم، إذا تحدثنا عن علاقة دكتور علي شبيكة بالأحفاد، وأنا يعني أذكر إنه هو من أبناء أم درمان، وأم درمان خرجت عدد كبير جدا من المبدعين. تفضل. الحقيقة دكتور علي شبيكة يعني علاقته بالأحفاد هي العلاقة في الحقيقة قبل علي، العلاقة مع أبوه عمنا أو جدنا ضفع الله شبيكة، وكان ضفع الله شبيكة من التجار الكبار في الخرطوم في العاصمة. فلما بابكر بدري جاء عمل الأحفاد سنة 32 في أم درمان باسم الأحفاد دي، فوجد أنه عاوز ناس يساعدوه في انشاء المدرسه وكده. نعم. فواحد من الناس اللي كانوا بيساعدوه هو ضفع الله شبيكه، بحكم الصله والقربه بيناتهم، كلهم يعني من الرباطات وفي علاقات اسريه وكده. فعمل ضفع الله شبيكه كان واحد من الداعمين للاحفاد في الوقت ذاك، وكان واحد من الناس اللي المؤسسين في مجلس الامناء الاحفاد. الاحفاد عندها مجلس امناء، المجلس ده بيتكون من عدد من الناس، منهم ناس في البيزنس، منهم ناس في كانوا في العمل الاكاديمي، منهم ناس في العمل العام او الدوله وكده. فبكر بدر كون مجموعه من الافراد ديلا علشان يساعدوه، فدفع الله شبيكة كان واحد من هؤلاء. وعلي بدا في الاحفاد لما جاءت الاحفاد في ام درمان الروضه بتاعت سنه 32، هو كان لسه يعني يا دوب حيخش على الروضه، فبدا في الاحفاد واستمر في الاحفاد من المدرسه الابتدائيه او الكتاب الى المدرسه المتوسطه الى الثانويه. فحياته التعليميه كلها كانت في الاحفاد، واخرين من ابناء ام درمان او كانوا برضو هم درسوا في الأحفاد في الوقت ذاك. طبعا الزمن ذاك المدارس كانت شوية أصلا، نعم كانت في المدارس خصوصا المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، يعني لما الناس دكتور علي ديلا قروا الثانوي في الأحفاد، الكلام ده في أوائل الخمسينات أواخر الأربعينات أوائل الخمسينات، ما كان في غير الأحفاد وأم درمان الأهلية و المدارس البرة اللي هي حنتوب وادي سيدنا وخرطقة. دي كان المدارس الخمسة مدارس ثانوية في البلد كلها. فيعني كانت المدارس دي هي اللي طلعت الجيل الأول من الخريجين أو الجيل الثاني من الخريجين اللي تخرجوا من الثانويات. نعم. حتى واحدة من الإصدارات كاتب يعني علمتني الأحفاد يعني. نعم. دي واحدة أفتكر من الإصدارات المهمة جدا بيحكي فيها. صحيح. كثير جدا من ال يعني فيها توثيق. صحيح. كثير للأحفاد والأساتذة الموجودين الزمن والشخصيات اللي كانت. نعم وكده والتلاميذ اللي معاه وإلى آخره. فده كتاب بالنسبة لنا نحن في الأحفاد يعني بنحتفي به، وكتاب مرجعي يعني لتاريخ الأحفاد. صحيح. طيب دكتور، ما في شك بانه انت ذكرت حاجه مهمه جدا، انه الثنائيه في العلم مشى بصوره ممتازه جدا ونهل منه وتميز، وايضا في جانب عذوبه الشعر اللي كتبه والقصائد الجميله جدا اللي كتبها، والناس استمتعت بها وما زالت تستمتع بالموضوع ده، زي ما قدمنا في بدايه الفقره الاغنيه الجميله، وهو ذاته قاعد مبسوط جدا، وده تقريبا تواصل اجيال يعني، واحده من الحاجات اللي انك ذكرتها انه كتب لعدد من الفنانين وحتى الفنانين الشباب، تقريبا تواصل اجيال واحده من الحاجات اللي كانت مهمه جدا.
اي هو طبعا ما كان حكرا على صحيح. ثنائي العاصمه، بس انا ذكرت لكن كم 30 عمل، حتى 33. اي كان 33 عمل، لكن حتى بدايته هو كانت يعني في الزمن اللي بدا فيه، هو ما بدا مع ثنائي العاصمه، واستمر زي ما قلت لك مع التعامل مع الشباب. يعني يمكن كان في مراحل لاحقه، يمكن حنان النيل كان كله بيمضي وكله بالايام بيروح، لا صحيح. سعيد دامت له فرحه لا حزين بدون نوح، فيصل الصحافه القريب وبعيد نجم ما بينطال غايته ما بنليد غير نقول ونعيد ردنا له شديد ويعلم الله الحال، يا سلام. حياه محجوب ما تفرقوا الاحباب لو ساعدهم هلا الحب ده ما بنليد الرد من الله. كان بيفرقوا يمكن كتار. يمكن تاني يعني زي ما قلت لك التومات كتب لهم اغاني خاصه بهم هم، عليك الله وحات الريد وحات الله والتسيد كفاك لا تمشي للغربه وتروح تاني مني بعيد. لكن اختص ب ب ب ب ب في شعره لو لاحظت فيه كله الاحساس بتاع الغربه، نتيجه لدراسته في 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 بيروت في مرحله باكره جدا من حياته، ودي خلته يمكن كتب واحده من او بدايته زي ما قلت لك شاره الجيران اللبنانيه، لانه هو الشاعر الشاعر صحيح اول مره يطلق عليه لقب شاعر في لبنان يعني. ورجع ثاني كتب زهره الليلاك، يا زهره الليلاك يا قصه الماضي التي احياك لن اسلاكي ولن انساكي بل انسى لا يلبس يوم لغاكي. وانا قبل كنت حكيت لي دكتور قاسم في الحته دي قبل ما اخش، يعني الاحساس بتاعه اللي هو كان بيعبر عن وجداننا يعني، يعني فقدناه كثير جدا يعني في 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 حتات معينه بعد ما السنين الاخيره اللي بقى ما 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 حاضر شعريا يعني في المجال يعني في الوسط يعني. فزهره الليلاك انا يمكن كان يعني يتغمصت روحه وكتبت حاجه بلسانه هو يعني، فيمكن نقول منها حته بس. نعم يا ويح فؤادي يا زهره أن يبكي يوما يرسيك، في الليل أتتني أشباح ومغاني السحر بواديك، فرشفت الموت بأقداري وبكيت أناجي ماضيك، بيروت الجنة والدنيا والعشق الأبدي يحكيك، أرقيك بدني ومسبحتي بيسوع محمد أرغيك، أنا عشت الحب بربوتك وسردت العشق أحاجيك، يا حلوة أبدا ما شخت فلماذا الموت يدانيك. دي أنا كتبتها في الانفجار بتاع بيروت بلسانه هو، يا سلام. وكان تغمصت الحتة بتاعته وشافها يعني يا سلام. في الوقت ذاك يعني. لكن يتعامل يعني زي ما قلت لك الإحساس بتاع الغربة يعني بتاعه في 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 يعني في الشجن ده عنده علاقة بالغربة، ممكن تكون معظم الأغنيات دي اتكتبت برا يعني مثلا؟ والله مش اتكتبت برا، لكن هو في اضطرار للمشاهد والصور اللي اختزنها في ذاكرته في كثير من المواقف يعني. اذا وتطول من فارق حي او صحيح. لما ترجع بالسلامه أيوة. وين ثاني وين نلقى الامان من بعد ما راحوا الحنان، حتى في اغاني كثير والله وحدوا بين البارحون وراحوا، كلها بتعبر عن الفراق والسفر والاحساس بتاع الغربه، الـ 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 حتى الـ الـ البعد المكاني والنفسي يعني. صحيح. نعم له الرحمة والمغفرة بروف قاسم. يعني إذا تحدثنا عن اللجنة العمومية وتكوينها ومهامها، أنا ذكرت إنه اللجنة بتقوم بتعبين عدد من الشخصيات القومية، يعني يا ريت لو نتحدث عن هذه اللجنة. الحقيقة اللجنة تكونت لإحياء الذكرى لمناسبة مرور العام على وفاته، وبتتكون من شخصيات من اخواننا في المجال بتاع الشعر وناس في المجال بتاع الصحافه والاعلام وناس في المجال الاكاديمي، فدي اللجنه بتتكون من الشخصيات اللي يعني فيها شعراء وفيها فنانين وفيها اذاعيين واعلاميين و من يعني حوالي يمكن حوالي 30 شخص. وحنعمل يعني بدينا الليلة الحقيقة بندوة عن الشعر بتاع دكتور علي، تكلموا فيه بعض الشعراء وقالوا بعض القصائد بتاعته، وحتستمر الفعالية لغاية يوم السبت الجاي بليلة مسائية في الأحفاد،
وبرضه هتكون فيها يعني نماذج من الفن بتاع علي شبيكة، كلمات عنه كده. فدي دي الفكره بتاعت الاسبوع. خلال الاسبوع بيكون في برامج في بعض القنوات التلفزيونيه وبعض الاذاعه العموميه، الاف ام 100، اذاعات اخرى من الاذاعات الموجوده، هتعمل برامج عن الدكتور علي شبيكة، برامج مسجله اوريدي. وبرضه في التلفزيون برضه هيكون في القنوات التلفزيونيه، افتكر النيل الازرق واحده منهم. فده يعني البرنامج والفكره من العمليه دي. نعم، يعني هيستمر اسبوع، باخر ان شاء الله حيكون السبت القادم بليله ختاميه. نعم. دكتور ايمن، حيكون في تجارب، يعني افتكر انه تجربه الراحل الدكتور علي شبيكة مع اي فنان مختلفه، هل حيكون في نماذج زي مثلا يوم مثلا مع ثنائي العاصمة اجمل الاغنيات تقدم مثلا يوم مع كذا يوم كذا؟ والله هي في الاعلام يعني حتبث زي ما قال لك البروف. نعم. برامج عنه صحيح بصوره يعني مستمره، يعني في او حتى في الصحافه في مقالات كثيره جدا، في صحفيين معانا حتى في اللجنه في تحت التابين او احياء الذكرى. في الليله الختاميه حيكون فيها تنوع يعني في تقديم الاعمال، وبدت فعلا بروفات يمكن شغاله من خلال بعض الفنانين اللي هم حيقدموا نماذج، يعني عشان هو طبعا ما كان حكرا بس على ثنائي العاصمه، يعني حتى زي ما ثنائي العاصمه بهناك هم عندهم يتعاملوا يمكن مع 29 شاعر. صحيح. بالمناسبه غير دكتور صحيح. علي صحيح. لكن التجربه اللي كانت اكثر حظوه واكثر استمراريه في ظهورا للمجتمع السوداني كانت هي اللوحة مع ثنائي العاصمة. صحيح. هي الأكثر يعني ما نقول إشراقا لكن الأكثر بهاء، يعني مع احترامنا لكل الفنانين اللي غنوا له، واللي هم ما أقل قيمة فنية من الشيء اللي قدموه ثنائي العاصمة. نعم. إذا كان محمد مرغني كشفتك ابتهجت مثلا، أو عبد العزيز المبارك بوصيك المفارق وراحل عننا، أو يعني ليه يا قلبي ليه، أو حتى الفنانين زي ما قلت لك الجبال ذكرتهم الشباب. هو يتناول طبعا مواضيع حتى مختلفة متنوعة، مش يركز على الغناء العاطفي بس، لكن يتنوع الغناء بتاعه ما بين الغناء الديني والوطني والعاطفي. يعني الأغنيات الدينية مشهورة ومعروفة للناس، اللي امتين زورك يا أمور من نورك تجري الدموع تروي سورك يا نبي، من باب صلاتي على الرسول طالب الصلة وطالب الوصول لرحاب صفي الله ونور عنده الرضا وحسن القبول. برضو أنا حبي لك يا رسول. تاني يعني أغنيات الوطنية برضو، بلادي يا أحلى نغم يا بلادي يا أغلى غرام ضمه فؤادي، أرض المعالي يا أرض المعالي يا وطني الحبيب يردون لك ونيلك العيش ما بيطيب دارينك تلالي دايما في العلالي زاهي بكل غالي ليلك كالليالي شمسك لا تغيب. يا سلام. يمكن حتى الأغنيات الصباح، يعني ازعي صباحك يا جميل يا دار قلوبنا ومسكنة يا بهجة تفرح كل عين ازعي صباحك بالهنا. اتنوعت التجربة الغنائية بتاعته ما بين أنماط مختلفة أو ألوان مختلفة حتى من الشعر. فدي كلها هتقدم زي ما أنت ذكرتها في الليلة الختامية بأصوات مختلفة بنماذج مختلفة لفنانين مختلفين لمراحل مختلفة. جميل أبو روف، نحن وصلنا لختام فقرتنا معكم، لكن لتحلك فرصة لكلمة أخيرة. الحقيقة دار أقول أنه دكتور علي شبيكة كإنسان يعني رجل رقيق جدا وظريف جدا، وبعدين زول والناس يعني لا تمل الجلوس معه، ويعني عنده حكاوي كثيره جدا جدا. وبعدين يعني هو يعني راجل يعني ما بتشعر بانه ده علي شبيكة الشاعر الكبير اللي عمل اغاني كثيره، المعرفه يعني الدكتور بتاع الصيدله ولا البزنس مان اللي بدا الحكايه بتاعت الشركات بتاعت الأدوية دي والمسائل زي دي. يعني هو عنده يعني عطاء في مختلف النواحي بصورة يعني زي ما بقولوا بالأفرنجي
فيري لو بروفايل يعني بدون اي ظهور بدون اي ادعاء بدون اي شيء يعني زول يعني كان بكل الزخم بتاعه ديه والحاجات الكثيره اللي عنده ديه لكنه كان يعني رايل قمه في التواضع والطيبه وخفه الدم والمعرفه العميقه جدا جدا يعني لما تقعد معاه وتونس معاك في حاجات مختلفه مختلفه كثيره جدا جدا ودائما يعني الزول بفتكر بيستفيد منه ربنا يرحمه ان شاء الله يتقبل يعني ربنا يرحمه ونحيي برضه اسرته الكريمه من هنا. دكتور اعتقد الليله الختاميه مفتوحه للجمهور يعني ما الليله الختاميه مفتوحه ما يعني حيكون مصاحب لها ان شاء الله برضه معرض حتعرض فيه الكتب بتاعت الراحل يمكن في علمتني الاحفاد في دفع الله كتاب كتبه عن والده اللي هو في حنين السنين من الشخصيات اللي أثرت على شخصيته هو نفسه يعني حنين السنين هو الديوان الشعر الأول له يعني يمكن في عنده أشعار تاني كثيرة ما تنشرت يعني حتى أشعار ما تغنت وفي أشعار مشت لفنانين وبقت حبيسة الأدراج يعني عندهم فإن شاء الله نحاول إنه في الفترة دي الإحياء الذكرى يكون حاجة شاملة إن شاء الله. يعني حتى تمتد لإنشاء صرح ثقافي باسمه أيا كان نوع الصرح ده هو شنو على أساس إنه الأجيال الجاية تعرف مدى الإسهام المجتمعي والمعرفي والأكاديمي والمهني في مجال ومجال الصيدلة وفي المجال الأدبي إنه الحياة اللي قدمها هي شنو للمجتمع السوداني وكانت بصمة واضحة فهو يصلح إنه يكون غدوة لأجيالنا الجاية يعني عشان كده ما اكتفينا بإنه يوم واحد لكن الحكاية امتدت لأسبوع بدأ الليلة زي ما قال بروف قاسم في الجلسة تحت الشعراء في الأحفاد ومشت حتمشي الحكاية في الأسبوع ده يمكن إعلاميا حيغطى زي ما سردت لك إنه حتكون في برامج كثيرة عنه الليلة الختامية حيكون فيها مشاركة لفنانين اللي بيقدموا أعماله وقصائد بتلغى برضو إضافة لكلمات يعني كلمات عنه من ناس مجايلين له ومعاصرين له يعني نعم شكرا ورحمة والمغفرة شكرا جزيلا لك بروف قاسم بدري رئيس اللجنة وأيضا يمتد الشكر لدكتور أيمن حسن أبو سبيب مقرر اللجنة نورتونا وشرفتونا شكرا جزيلا شكرا وايضا بنشكر كل الناس تابعونا عبر هذه الاطلاله من السقف جديد ويرفع لنا النداء لصلاه المغرب على مشاهدينا خارج ولايه الخرطوم مراعاه فريق الوقت الى اللقاء